ومن قلب البحيرة جيلكم بحب وخير يرفرف معانا كتير. قالوا لي ده فن شعبي، قلت لهم ده فن أصيل، مش بس رقص ومغنى، دي حضارة بنت النيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوفنا الكرام، أستاذ الحضور، مرحبا بكم في أولى مهرجانات الفنون الشعبية من هنا من أرض البحيرة الزاهرة وفي ظل الربيع الدائم على مصر العامرة. يسر فرع ثقافة البحيرة
مهما وصفت وصفي شوائي يا